من كلية الإدارة والاقتصاد قسم المحاسبة الأستاذ المساعد أقداس حسين الناصر، أستاذة المحاسبة في قسم المحاسبة لمادة المحاسبة الحكومية، وأستاذة المحاسبة في قسم إدارة الأعمال لمادة المحاسبة التكاليف، وفي المرحلة الرابعة للمحاسبة الإدارية. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم عن المحاسبة الإدارية كنظام للمعلومات. كيف نستدل على أنه المحاسبة الإدارية أنه تفيدنا في مجالات القرارات الإدارية وخصوصا القرارات الإدارية الرشيدة؟ نتطرق لهذه المحاضرة عن ما هي الحاجة إلى المعلومات المحاسبية، عن الفرق بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية، أهم المعايير الأخلاقية للمحاسبين الإداريين، ما هي المعلومات الإدارية والقرارات الإدارية التي تستند عليها المحاسبة، ما هو هيكل المنشأة والمحاسب الإداري، ما هي العلاقة ما بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية، أهم التطورات الحديثة التي مرت عليها المحاسبة الإدارية، والدور المتغير للمحاسبة الإدارية. تشكل المحاسبة بصفة عامة نظاما للمعلومات، حيث تقوم بتوفيرها إلى العديد من المستخدمين بغض النظر إن كان هذا المستخدمين خارجين أم داخليين. لذلك يجب أن تتصف المعلومات المحاسبية بعدة خصائص، منها الملائمة، التوقيت، الصحة أو الدقة، وإتمام المعلومات. فتحتاج الإدارة إلى هذه المعلومات في عملية التخطيط والتنظيم والرقابة حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة وفي التوقيت المناسب، حيث تقوم المحاسبة الإدارية بدور جدا مهم في توفير المعلومات الإدارية اللازمة لاتخاذ القرارات، ومنها القرارات الرشيدة. لذلك معلومات المحاسبة الإدارية بهذه الحالة تشمل معلومات مالية وغير مالية، وهذه المعلومات المالية وغير المالية فهي لا تخضع للتقييم من أي جهة خارجية. من ذلك نستدل على أن معلومات المحاسبة الإدارية هي معلومات داخلية ومحايدة، وبالتالي فإن المحاسب الإداري يجب أن يتحلى بعدة صفات، وأهم هذه الصفات هي السرية والأمانة والكفاءة والموضوعية. هناك فرق ما بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية، على اعتبار أنه المحاسبة الإدارية نظام داخلي يستفيد منه الموظفون الداخليين والإدارة، بينما المعلومات التي أو مخرجات المحاسبة المالية يستند عليها الجهات الخارجية. فلو أخذنا وجه المقارنة من حيث مستخدمي المعلومات، نلاحظ أن المحاسبة الإدارية تفيد الأطراف الداخلية، المحاسبة المالية راح تفيد الأطراف الخارجية. لو أخذنا معيار البعد الزمني، نلاحظ أن المحاسبة الإدارية بيانات للمستقبل، وبالتالي فهي بيانات غير حقيقية، بيانات معيارية، بيانات قائمة على أساس التخطيط. لكن في مجال البعد الزمني بالنسبة للمحاسبة المالية تكون بياناتها تاريخية، أي تؤخذ من السجلات، من الدفاتر المحاسبية، البيانات الماضية التي تم توثيقها في السجلات. من وجهة نظر المقارنة من حيث المعايير العالمية، إن المحاسبة الإدارية لا تخضع لمعايير متعارف عليها، أي لديها معايير داخلية، غير أن المحاسبة المالية تخضع لمبادئ المحاسبة المالية المقبولة قبولا عاما، معايير المحاسبة بشكل عام. لو أخذنا من حيث نوع المعلومات، المحاسبة المالية تكون مقاسة بوحدة النقد، بينما المحاسبة الإدارية مالية وكمية،
أما من حيث نطاق التقرير والأقسام والفروع، إن المحاسبة الإدارية تركز على الأقسام والفروع حصرا، بينما المحاسبة المالية تركز على المنشأة ككل، لذلك تكون بياناتها شاملة. من حيث معيار الخضوع للتدقيق الخارجي، بيانات المحاسبة الإدارية لا تخضع للتدقيق الخارجي، وبالتالي يكون التركيز على عنصر الملائمة، بينما المحاسبة المالية تخضع للتدقيق الخارجي أو الرقابة الخارجية، وبالتالي يتم التركيز على الملائمة وإمكانية التحقق من مصداقية ما متوفر وما موجود في داخل القوائم المالية. من حيث الدقة والتوقيت، المحاسبة الإدارية تركز على التوقيت المناسب، أي تعتمد بياناتها على عنصر التوقيت المحدد، بينما المحاسبة المالية تركز على الدقة في التوقيت وأي في نهاية السنة المالية. من حيث الإلزام القانوني، المحاسبة الإدارية غير ملزمة قانونيا من حيث الشكل والترتيب والتقديم وتقديم البيانات وكذلك حتى التوقيت، بينما المحاسبة المالية فهي ملزمة لجميع الشركات. أوجه التشابه ما بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية. بعد أن تطرقنا على أوجه الاختلافات ما بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية، أيضا هناك أوجه تشابه ما بين هاتين المحاسبتين، حيث تركز كل من المحاسبة الإدارية والمالية على المعلومات الاقتصادية والمالية، وبذلك تحاول أن توصل هذه المعلومات إلى أكثر عدد من المستخدمين لأغراض اتخاذ القرارات. تركز كل منهما على فكرة المسؤولية، فهي حين تركز المحاسبة المالية على مسؤولية الإدارة أمام الأطراف الخارجية، كذلك تركز المحاسبة الإدارية على مسؤولية الأقسام الداخلية والموظفين أمام الإدارة. أهم المعايير الأخلاقية التي يستند عليها المحاسبين الإداريين، أصدر المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين العديد من المعايير الأخلاقية والمهنية، يتوجب على المحاسبين الإداريون التحلي بها. تتلخص هذه المعايير بالكفاءة، السرية، النزاهة، الموضوعية. الكفاءة يعني اتباع المعايير والقوانين والتعليمات المطبقة والاحتفاظ بالكفاءة المهنية وإعداد تقارير كاملة وواضحة بعد تحليل عميق. إذا تستند المحاسبة الإدارية على بيانات سابقة، يفترض أنها تكون صحيحة وموثوق بها، لذلك في حال إعداد التقرير يكون يستند على عملية التحليل. من حيث السرية، أي لا يجوز الإفصاح، وخصوصا الإفصاح الكامل، الإفصاح التام عن المعلومات السرية إلا إذا اقتضى ذلك حسب المطلب القانوني، باعتبار أن بيانات المحاسبة الإدارية بيانات داخلية تهم الإدارة حصرا، وكذلك يعني الموظفين أيضا، وبذلك لا يجوز استخدام أي معلومة سرية إلا لأغراض المصلحة التي تخص الإدارة. من حيث السرية كذلك، التأكد من أن المساعدين لا يفصحون عن أي معلومة ذات طابع سري، إذا الغاية الكتمان. من حيث النزاهة، تجنب حالات تضارب المصالح، لا يجوز الأضرار بالأهداف المشروعة للمنشأة، الامتناع عن الممارسات التي من شأنها الإساءة إلى المهنة، مهنة المحاسبة،
المعرفة والالتزام بالحدود بين الأمور الشخصية والمهنية. من حيث الموضوعية، توصيل المعلومات لجميع المستخدمين بعدالة، أي بأنها محاسبة لا تخدم فئة معينة بغض النظر عن مستويات الإدارة. الإفصاح عن جميع المعلومات التي ربما تكون مفيدة للإدارة باعتبار الإدارة صاحبة القرار الأخير في اتخاذ القرارات وخصوصا القرارات الرشيدة. ما هي المعلومات المحاسبية والقرارات الإدارية؟ تعد معلومات المحاسبة الإدارية ذات أهمية بالغة لإدارة المنشأة في جميع حالات اتخاذ القرار، وخصوصا ضمن المجالات الآتية: في مجال التخطيط طويل الأجل، في مجال التنظيم والتوجيه وتخصيص الموارد، في مجال التقييم والرقابة. فعملية التخطيط تستند عملية التخطيط في البداية على أساس تحديد البدائل المتاحة، أي هناك أكثر من بديل، دراسة كل بديل من البدائل المتاحة. المرحلة الثانية اختيار البديل الذي يحقق أهداف المنشأة بكفاءة. طبعاً كل بديل عندنا راح يتميز بمجموعة من المعايير ومجموعة من التكاليف ومجموعة من الأهداف. أشوف من اللي يخدم المنشأة إنه أني راح أختار البديل المناسب. من بعد اختيار البديل المناسب يتم إعداد الموازنات التي تضمن حسن تنفيذ البديل الذي تم اختياره. عملية التنظيم وتوجيه وتخصيص الموارد، هذه الوظيفة تتضمن إدارة الأنشطة اليومية وتوجيهها بما يضمن التدفق الانسيابي لعمليات المنشأة، وبذلك يساهم التنظيم في إسناد المهام للعاملين، حل المشاكل الروتينية، حل الصراعات، الحفاظ على منظومة فعالة للاتصالات، حيث تسعى العنصر الآخر هو عنصر الرقابة. وظيفة الرقابة تسعى بالتأكيد التأكد من أن الخطط الموضوعة يتم اتباعها والسير عليها، وبالتالي تشكل التغذية الراجعة العكسية جزءاً محورياً في عملية الرقابة، حيث تعد تقارير الأداء التي تقارن الأداء الفعلي مع الأداء المخطط طبقاً للموازنة. ما هو دورة التخطيط والرقابة؟ في البداية صياغة الخطط طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ومن ثم تطبيق الخطط، قياس الأداء، مقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط اللي ينطينا بالنهاية صنع القرارات. الهيكل الإداري للمنشأة يتكون من مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة، ينساب من عند المدير العام، ومن ثم المدير المالي، مدير المشتريات، مدير الموارد البشرية، مدير الإنتاج، ومدير التسويق، حيث يعمل المحاسب الإداري ضمن طاقم قسم المحاسبة ويقوم بإعداد وتجهيز التقارير المالية وغير المالية الخاصة بالتخطيط والرقابة. لو نلاحظ أن المدير المالي اللي ينبثق من عنده مدير المحاسبة، مدير الحسابات والخزينة اللي هي الخاصة، ومن عندها المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية. فما هي العلاقة ما بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية؟ مصطلح محاسبة التكاليف يطلق على مجموعة الأساليب والطرق العلمية المستخدمة في تجميع التكلفة وتحديد كلفة المنتج أو كلفة أداء النشاط في أي قسم معين. قياس التكلفة راح يحقق لنا عدة أغراض. الأول إنه نحدد
وقياس التكلفة لأغراض التقارير المالية الخارجية للمحاسبة وتحديدا المحاسبة الضريبية. نعم. ثانيا، توفير بيانات تكاليفية لأغراض اتخاذ القرارات الداخلية في المنشأة، حيث تلتقي المحاسبة الإدارية ما بين مع محاسبة التكاليف في الغرض الثاني، لكنها تقدم بيانات أكثر شمولية من بيانات اللي تقدمها أو تستند عليها محاسبة التكاليف، وبذلك هي لا تقتصر على التكاليف فقط، وإنما تحتاج إلى الإيرادات، الوفورات، الربحية لتقليل الفائض. التطورات الحديثة في المحاسبة الإدارية التي شهدت في الفترة الأخيرة وأثرت بشكل كبير على بيئة الأعمال، وأثرت كذلك على علم المحاسبة بشكل خاص. أهم هذه التغيرات ظهور شدة المنافسة بسبب انفتاح الأسواق، تسارع وتير بين الاختراعات والإبداعات في مجال الإنتاج والخدمات، التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا، التغير في أذواق العملاء، التغيرات السريعة في الأسواق المالية، اتباع أساليب حديثة في الإنتاج والتركيز على جودة المنتج والتركيز على الأنشطة. إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي محاضرة هذا اليوم. شكرا جزيلا.